ياه قديش حلوة. عجبتك الخيول؟ كتير كأنه عم تركض عن جد. هاي مشان تعرف عمو صالح شو بيقدر يساوي. يا ريت عندي حصان مثل هاد. وشو بتعمل فيه؟ بروح فيه على المدرسة بعد الظهر، بركبه وبنزل بالولاد طاخ طيخ. هي لكان منيح ما عندك حصان، كن صرعت الحارة. عمو كيف تعلمت الرسم؟ هي قصة طويلة يا ابني. الفقر بيعلم أشياء كتيرة، والإنسان دايماً عنده القدرة أنه يعمل شيء جديد. بس بدي أنصحك نصيحة تحفظها دائماً، إذا عملت شيء أعمله بإتقان، لا تعمله مشان تمن، أعمله مشان البشر كلها تحبه حتى لو ما شافوا غيرك. المهم الإنسان يكون عنده إرادة وإخلاص وأمل، ومهما كانت ظروفه لابد بيوم من الأيام يحقق حلمه. شو يعني حلمه؟ هذا اللي بشوفه الواحد هو ونايم؟ مو ضروري، أحياناً هو فايق بيحلم لبعيد، بيوم يبقى فيه حر ومو محتاج لحدا، ساعتها بيبدع مثل ما بيريد. عمو انت تحلم؟ طبعا انا بحلم بيوم الايام اني ارسم لوحتي اللي حتخليني واحد من اشهر الفنانين بالبلد. وانا كمان بحلم عمو صالح. بشو؟ انه يصير عندي طابة كبيرة وبسكليت مثل ابن حمدي بيك. ايه بس حلمك لازم يفيد الناس. ليش الرسم بيفيد الناس؟ طبعا الرسم بيفيد الناس، بيعلمهم يتذوقوا الجمال. لكن انا بدي اصير رسام، بتعلمني؟ وليش لا، بس بدك تخفف عفرتي بالحاره وتصمد حق الوان. تعال شوف. شو رأيك بهالوردة؟ أنا بحب الهنود الحمر، أنا بحب الهنود الحمر والفرسان. مو بس أنت، حتى الكبار بيفضلوها وبيدفعوا لي مشانها. بس أنا بفضل الورد والعصافير والفراشات. بفضل السهول الواسعة والحصادين والعمال اللي عم ينحتوا الصخر. اللوحة اللي بدي ارسمها شي يوم لازم تكون اعظم تحفة فنية. طيب ليش ما بترسمها؟ لانها ما بتتعلق على واجهات السينمات، ولانه ما بيعطوني حق الوان وقماش حتى ارسمها، ولاني بحاجة لخبز ولحمة وخضرة. طيب قديش بتاخذ منك اللوحة وقت؟ لوحة إعلان السينما حوالي ساعتين ثلاثة، أما لوحة الوردة فبتاخذ يا ابني كتير. لكن أنا رح روح ألعب بالطابة أحسن لي. ييه نسيتني ليش إجيت. الآن سي سوسن نادت لي من الشباك وطلبت مني خبرك إن رفيقتها الأنسة هالة مريضة كتير، إنها الدكتور عندها. لك وليش ما خبرتني فورا؟ لازم روح شوفها. Ugh.
طمني دكتور. بصراحة تشاؤمها المستمر وصلها لهالمرحلة الخطرة. المسألة متعلقة بإرادتها وتعلقها بالحياة. حب الحياة هو أقوى دواء. أما إذا استسلم المريض لمرضه وسيطرت عليه مخاوفه من الموت فالدواء ما له أي فائدة. طب شو بقدر ساوي؟ لازم تزرعي فيها الأمل والرغبة بالحياة. ما عندها شيء تعيش من شانه. أمنية بتريد تحققها وما قدرت لسه. ما بفتكر. هي بتحب الرسم. عظيم. خليها تحلم ترسم وتصير فنانة مشهورة. منين يا حسرتي؟ يا دوبة تخلص دوامة بالوظيفة وتجي على البيت مشان تلحق الدراسة. طيب هون بالبيت انتي ساعديها وهيئي لها الجو لترسم. ترسم صورة حبيبة، صورة فتى أحلامها، صورة أي رجل. ليش في رجل بيستاهل؟ عفوا دكتور ما قصدت. أنا اللي بقصده إنه بحياتنا ما في مجال لهيك فرح. نحن ناس فقرة ويا دوبنا نعيش. الطب للأسف ما بيملك علاج للفقر. لو كان في حب بحياتها، لو كان في أي شيء تهتم فيه، حيوان أليف، زهرة، أي شيء، لكان ضاعف الأمل بشفائها. أرجوك دكتور ساعدنا، نحن بنتين مقطوعات وما قلنا حدا هون. الدواء اللي وصفت لي إياه هو الشيء العلمي الوحيد، بس المهم هو الأمل، لأن المريض متى ما ابتدأ يفكر بالناس يلي رح يمشوا ورا جنازته كل فائدة الدواء بتضيع. اسمعي، إذا قدرتي تخليها تفكر أو تسأل ولو مرة واحدة عن موضة السنة الجاية بتكوني قدرتي تجريها من وساوسها الداخلية. يا دكتور كيف رح أقدر خليها تسأل عن موضة السنة الجاية ونحن من سنوات لابسين هالجينز؟ وإذا احتجنا لفستان ما عنا القدرة نشتريه إلا من البالي. طيب أنا بستأذن، بحاول مر المساء وأنا وراجع بشوفها، وإذا ساءت حالتها أكتر ناخد إجراء تاني. تفضل. مصاري كمان؟ لا لا لا، هيك كتير. أقل منها دكتور؟ كتار كتار، نحن جيران ولاد حارة وحدة، نصهم بكفي. شكرا. أهلين عم صالح، كيف صحتك؟ عالي يا ابني، الله يوفقك ويقويك. طمنا دكتور. خير إن شاء الله خير. أنا فهمت الأنسة سوسن على كل شيء. يلا خاطركم. مع السلامة دكتور. مع السلامة. خير، شو بقى هالة؟ مثل العادة. أنت بتعرف تشاؤم هالة وخوفها المستمر. فجأة تشنجت وفقدت وعي. أنا تلبكت ما عرفت شو بدي ساوي. ندهت للدكتور وبعتت سمير مشان ينادي لك. دخيلك يا عم صالح، ما تواخذني. العفو يا بنتي، هذا واجبي. الله ما طعمني ولاد وانتو هلأ مثل بناتي. إن شاء الله ما في شي مهم. التهاب حاد بالرئة، الدكتور وصف له مسكن وترك لنا دواء من عنده. ولد أصيل والدنيا ما خليت من الطيبين. في غيره نكروا لأصلهم وصارت أسعارهم فوق الريح، شغلتهم تجارة مو إنسانية. فعلا في ناس بينسوا ماضيهم لما بيصير معهم شوية مصاري. هذا تربيتي. لما كان صغير كنت أحمله على كتافي، دايما بيحن على أهل حارة الفقرة وبيداويهم بالمستوصف ببلاش بدل ما يحولهم على عيادته مثل ما بيعملوا البعض وبيشلحهم مصاري. الله عم يرزقه. صحيح عمود، تذكرت الدكتور قال إنه لازم يكون بحياة هالة شي تعيش مشانه لأنه هذا بيساعد على شفائه. وأنا ماني عارفة كيف بدي طبق نصيحته، خاصة أنت بتعرف هالة ما في بحياتها شي تعيش مشانه أو حتى تهتم فيه. إيه لازم نحاول وما نترك اليأس يدخل لقلوبنا. تعرف عمو، أنت عم تعاملنا مثل أبو أكتر. آه يا بنتي، أنا لولاكن كانت الوحدة قتلتني.
المشكلة إنه في عندي مشروع مخطط لازم سلمه بكرة للمكتب، وإذا ما خلصته المهندس بيسبب لي متاعي. وكيف بقدر ساعدك؟ يا أما بترسم عني يا أما بتعطيني بهالة طول النهار. يا بنتي أنا صحيح رسام، بس بشغل العمارة والهندسة ما بفهم. أنا رح أبعد لك جنب هالة قد ما بديك، وانت اشتغلي على راحتك. الإعلان لازم يخلص، لازم يخلص حتى أقبض أجرته. تعبان تعبان نعسان. طابت خالة، هذا أنت؟ شو جابك من وش الصبح؟ كل الناس فايت وراحت على شغلة. وليش حضرتك ما رحت على المدرسة؟ لأنها سكرت. بعدين ليه زعلانة؟ شو ضروري تضلوا نايمين لهلأ؟ والدنا مشغول عليكم. سكوت سكوت. أنا طول الليل سهراني عم كمل المشروع، وعم وصالح قاعد جنب هالة لحد ما طبقت عيونه وما عاد قدر يفتحها. أم رح يرتاح شوي. بقدر اشوفها الهالة؟ طبعا بتقدر شوفها، بس شوي شوي حتى ما نفيقها. ايه؟ 14
13 12 11 10. صباح الخير. بلاقيكي فايقة. كيف حاسه؟ تعبانه كتير، كاني مو بالدنيا. لما بموت لا تدفنوني هون بعيد الشر. يا هلا حاجتك اوهام بقى. الدكتور قال لازم تتفائلي حتى تتحسن صحتك. ما في فايده، انا بعرف انه ما في فايده. 9 8. شو هالارقام اللي عم تعديها؟ 7 6. عم تتساقط بسرعة. 3 ايام كان في الوف، بعدين صاروا ميات، بس هلا صار سهل تنعد. هي وعيت وحدة بقيوا 5. 5 شو؟ هلا ما بدك تحكي؟ ورق الدالي صار لها 3 ايام عم تتساقط بعد ما صفرت، ما بتوع اخر ورقه دي موت. يا هلا شو هالجنان هاد؟ كبري عقلك. شو علاقة ورق الدالي بشفائك؟ ان شاء الله بتطيبي يا وام. حبيبي انت روح العب، بس وينك؟ بطريقه اندهلع مصالح. ايه هي ورقة جديدة واحد، الريح عم يخطفها بسرعة. يا هالة أرجوك اسمعيني منيح. الدكتور قال إنه نسبة الخطر عندك ما هي أكثر من 1 على 10. يعني كيف بدي أقول لك؟ يعني مثل نسبة الخطر عند زلمة راكب باص أو ماشي جنبي ناوي عم تتعمر جديد. فهماني؟ أنا رايحة أعمل لك كاسة عصير تشربيها وترجعي ترتاحي. ما في داعي تتعبي حالك بدون فايدة. هي ورقة جديدة وقعت، أنا لازم ضل مفتحة عيوني لحتى أشوف الورقة الأخيرة وهي عم توع قبل ما تنزل العتمة على عيوني. لا اسمعيني بقى، أنا أعصابي ما عادت متحملة ذنوب. غمضي عيونك وحاجة تطلعي من الشباك وبطلي وسوسة لبين ما أخلص شغل البيت. البرداية ما راح انزلها لانه صدري مطبق من العتمه، وكمان لازم اخلص شغل المشروع. ليش ما بترسمي بالغرفه الثانيه؟ لا ستي، بدي ارسم هون حتى امنعك تراقبي هالاوراق التافهه لبين ما يجي عمو صالح. مشان الله عمو، مشان الله تعال شوف شو عم تهزي من الصبح. قال شو؟ عم تعد اوراق الداليه وهي عم توقع، ومتى ما وقعت اخر ورقه متخيله بعيد الشر انها راح تموت. لا يا بنتي لا، الأعمار بيد الله. حاولي تريحي حالي وفكري بأشياء حلوة. ليش في أشياء حلوة بحياتي؟ هلأ ما رح تبطلي تشاؤم وتغمضي عيونك وترتاحي؟ رح غمض عيوني لبين ما تخلصي رسم المشروع، بس لازم فتحهم بعدين لحتى أشوف الورقة الأخيرة وهي عم توها. اصبري يا بنتي اصبري. أنا تعبت من الانتظار عمو صالح، تعبت من التفكير، بدي أتحرر بقى من الدنيا وأغرق بالعتمة والفراغ مثل ورق الدالية. عمو أنا رايحة أكمل المشروع، بس الله يخليك يا عمو ما تواخذني، بس ما أكون عطلتك عن شغلة. سوسن راحت على المطبخ، فتح. إذا فتحت عيوني رح أرجع أراقب ورق الدالية وهي عم تو. كيف الدكتور بيسمح لهيك افكار تعشش براسي؟ خليها مغمضه عمو، بلكي النوم بيمحي هالافكار الجنان من راسها. هي مو افكار جنانه، هي حقيقه. حاجه بقى تحاولوا تضحكوا علي. نحن عم نضحك عليكي والله يا هاله، باين الحمى اثرت على عقلك كمان. تركيني اتفاهم معها واعملي لها كاسه عصير حتى تتغذى. يا عمو ما عم تقبل تاكل ولا تشرب شيء رغم انه الدكتور وصف لها السوائل والغذاء.
يا بنتي كيف لكان جسمك بده يتحمل وتصحي؟ جسمي ما رح يتحمل، رح ينتهي مثل ورقة الدالية الأخيرة. فكري بأهلك، حاولي تتذكريهم، ما بتحبي تشوفيهم. أهلي، أبي مات وأنا صغيرة، تركنا 5 أطفال برقبة أمي، فقر عمو صالح ما خلى لنا وقت لنعيش عواطف إنسانية. أنا لولا ما أخذت البكالوريا ما كنت قدرت أتوظف كمل دراستي بالجامعة. طيب وأمك ما اشتقتي لها؟ أمي تجوزت من واحد تاني مضطرة لحتى تعيش أخواتي الصغار، أكبرهم اللي عمره 15 سنة جوزوها على بكير لحتى يخلصوا من مصروفها، وبيت أنا وحيدة. طيب هي سوسن رفيقتك مثل اختك، وهي انا جنبك مثل بابا، ولا ليكون ما بتعتبريني هيك؟ انت عزيز عمو صالح، يا ريتني اقدر اعيش لحتى اقدر اعبر لك عن امتناني. استغفر الله يا بنتي، هذا واجبي. بس للأسف الموت رح يكون أسرع. بكرة بتصحي وبتتجوزي وبيجيكي أولاد وبصير بداريلك يا هون وبيندهولي جده. ما في فايدة عمو صالح، الموت هو رفيقي الوحيد، لما توه على الورقة الأخيرة يلفني بعبايته السوداء وياخدني لبعيد. Thank you.
أكيد الورقة الأخيرة وقعت. أنا انتهيت، أنا انتهيت. أصحى يا عم صالح، حتى جاكيتك وطاقيتك مبلولين. سمير، انتقل للدكتور بسرعة، أنا كثير تعبان. يمكن أخذت برد مثل ما بتقول ماما. عجل سمير، أنا رح أموت.
صباح الخير. بعدك عم تطلعي على اوراق الداليه ما هيك وتعديها؟ صباح النور. يا هلا يا هلا. ارجوكي فهميني، يعني بتلاقي بعد عاصفة مثل عاصفة مبارح انه من المنطقي تضل ورقة واحدة على الدالية، ومع ذلك هاي انت بصحة جيدة اليوم؟ فعلا غريب، انا بصحة جيدة هلا لانه الورقة الاخيرة ما وقعت. كيف؟ معقولة؟ بتعرفي سوسن، هلا اكتشفت بانه الحياة حلوة ولازم تنعاش. شوفي هالورقة الصفرة المعلقة على شعرها، رغم كل العواصف والأمطار بقيت متشبسة بالحياة ومصرة عليها. وأنا ما لازم أكون أقل منها قوة، لازم قاوم المرض، لأني مو ورقة شجرة وإنما إنسان. طالما عندك كل هالأمل خليني لحق حالي وأعمل لك كاسة حليب. ها حليب وجبنة وعصير يلي بدك اياه، أنا لازم صح وأدرس لحتى مضي عليه السنة. بس ديري بالك ها، إذا بدك تضلي تاكلي هيك أكيد حنفلس ويطردنا صاحب البيت قبل الامتحان. أكيد هذا عمو صالح. أو بجوز هالعفريت سمير يلي هالك الحارة. يا لطيف هتنيش طيبين، واحد مثل أبي والتاني مثل أخي الصغير، معهم بيحس الواحد إنه مو غريب وإنه أهله حواليه. أنا رايحة أفتح هلا. أهلين سمير. هلا تحسنت؟ ما بدك تفوت تشوفها؟ عمو صالح مريض كتير، جبت له دكتور وهلا عم يفحصه. هلا أنا تذكرت لازم روح أشتري خبز. اسمعي لقلك، شربي العصيرات اللي زادوا من مبارح لبين ما أرجع. مو هذا سمير اللي إجا؟ لا هي بنت الجيران مشان شطف الدرج. خير دكتور؟ طمنا. حالة التهاب رئة شديدة جدا بسبب برد قوي تعرض له. تيابه كانت مبلولة. حبيبي سمير اطلع العب برا. يعني معقولة يكون طلع بالعاصفة؟ طب لوين؟ ما صحيح عمو صالح؟ طول عمري عشت وحيد، كنت دائما احلم انك اللي بنت ربيها وكبرها وافرح فيها. كنت أحلم كمان إني أرسم لوحتي العظيمة.
امبارح بالليل حققت الأمنيتين سوا، هلا إذا موت أنا سعيد. أربع ساعات كاملة أنا عم بشتغل لأول مرة بحياتي الطويلة. كنت حاسس إني عم بعمل شيء له قيمته. رسمت الورقة رسمت الورقة مصفرة وضعيفة، بس معلقة بأم الشجرة وبقوة متشبسة بالحياة وحريصة عليها. كانت العاصفة قضت على كل الوراق، قديش الفن بيكون مفيد وعظيم لما بيزرع الأمل بقلوب الناس. سوسن وهالة كانوا مثل بنتين إلي وأعز، كنت عم رافق دراستهن وشغلهن وهمومهن طول المدة اللي سكنوا فيها جنبي. ما كان ممكن أقعد اتفرج على هالة وهي
وهي عم تتلاشى. حاولت أعمل الشي الوحيد اللي بقدر عليه لساعدها. هلا تحسنت عمو صالح، هلا تحسنت عمو صالح، هلا تحسنت، هلا تحسنت، هلا تحسنت. سوسان، أنا صرت منيحة. وينه سمير؟ سمير أمه بعتته مشوار لبيت خاله. طيب وعمو صالح؟ أنا رح أعتب عليه، الشمس طلعت وما أجي يشق علي. أنا لازم أورجيك كيف الورقة صمدت للعاصفة وحطمت كل التوقعات، مثل ما أنا صحيت وحطمت كل التوقعات. يا قديش الحياة حلوة يا سوسان. وين عمو صالح؟ عمو صالح سافر. سافر؟ لوين سافر؟ وبدون ما يودعني؟ هلأ الجارة خبرتني، قال ما حب يزعجنا بمشاعر الوداع، خاصة وأنت مريضة. قام سافر لبلاد برا ليشتغل أعمال فنية عن جد هالمرة، ملوحات إعلانات. هلا اغفري لعمو إنه سافر من غير وداع. عمو صالح إنسان رائع، عمو صالح فنان عظيم. طيب أنتي ليش زعلانة كل هالقد؟ بكرة بيرجع ومعه لوحته العبقرية.